كان عندي مشكله في حته مفتقدك بشده. انها كلمه شويه مش دارجه الفتره دي يعني مش موجوده. خصمت الشوارع برضو كده حاسس ان انا ايه يعني خصمت الشوارع خصمت البيوت أيوة. والحاجات اللي بتاعت زمان يعني حاسس ان انا زمان شويه رجع من الثمانينات. هو عزيز سمعالك متلحنه سمعك كلامه لحن سمعها لي على العود كده العود هو بعتها لي العود كمان مخليها قديمه اكتر بالظبط فقلت انا هجربها هي جديده خالص عليا كانت الغنوه جديده قوي الحقيقه وقلت الجراءه مفيش انا دايما بحب ابقى جريء في شغلي يعني بحب قوي فكره الجراءه في الاغاني بالذات يعني ما بخسرش حاجه عندي اغنيه برضو اللي من الفتره فاتت دي ناجحه قوي اسمها انت جنان هغنيها لك النهارده برضو دي مجنونه شويه فانا دايما هتلاقيني ايه بقعد ايه افكر في الحاجات اللي هي مش العاديه الحاجات المختلفه شويه فجربتها عملتها وزعتها ونزلت الاغنيه في اول كورونا وقت طبعا يعني دي وقعت رسمي حظها وحش الاغنيه دي كورونا خلاص قفلت خلاص احنا اسبوع العالم هيقفل وقال لك احنا هنقعد شويه في البيت وست شهور وسنه وبتاع قلت بس الاغنيه بس هتحس الكلام كان ماشي مع كورونا اللي هو خصمت الشوارع قاعد في البيت انا قلت خلاص هي وقعت مفيش شهر بالظبط لقيت الاغنيه من 3 مليون فيوز على يوتيوب ل 30 مليون فيوز في شهر ونص شهرين من الناس قاعده في البيت بقى فقاعده فاكتشفت ان في ترند مكتوب خصمنا احنا خصمنا الشوارع كنتش واخد بالك انت من الجمله دي طبعا لا ما كنتش واخد بالي انا قلت كورونا هتيجي توقف النجاح هتيجي توقف ان الناس تسمع فده كان وقت صعب ان انت تنزل ليه في الاغنيه هي جت سبحان الله من عند ربنا ساعدتها بشكل مش طبيعي بس لسه شغاله لحد دلوقتي لا ده هي دلوقتي اصلا كانها لسه نازله الشهر اللي فات ده في فيديو كده تعالى يلا نشوف قطعت الاصمع عارفك وكل اللي عارفك وما بقاش في بينا سلام او كلام بقى خصم الشوارع اللي مشينا فيها عشان يهدى بالي وارتاح من الالام اسمع في الاغاني ولا العسل اللي جنبك ده محمود العسيري طبعا كلنا بنحبه جدا وعايز اقول لك الفيديو ده فكرني بحاجه مهمه قوي انا اول مره شفتك في حياتي كنت اول مره بشوف محمود العسيري والاثنين كانوا مع بعض صح الكلام ده من حوالي 16 سنه 2005 صح يعني اكتر من 16 سنه ده كانت اول مره قابلكم انتوا الاثنين كان ساعتها عسيري لسه بيعمل مجنونه لا كان هو عامل ما او كان عاملها مجنونه كان عامل شغل جامد كان شغال خلاص كان نجم يعني وانا كنت لسه بعمل البوم حبيبي الاولاني ده كان اول فهو كان بيعدي عليا وانا بعمل عدى عليا مرتين انت بقى جيت الوقت ده كان عندك حاجه في الاستوديو ده بتعمل حاجه تقريبا واتقابلنا الفكره بقى ان انت في اغانيك احسن حاجه برضو بتختار ان انت بتركز قوي في الكلام يعني حتى مش كلام عادي انت دايما اغانيك فيها حواديت يعني في حدوته جوه الاغنيه لان هو الاغنيه هي الكلام انا شايف من وجهه نظري بص انا بلحن انت اكيد عارف الموضوع ده بس انا شايف ان الاغنيه هي اللي بتقول شخصيتك يعني زي السيناريو الاغنيه هي اللي بتقول انت مين انت عايز تقول ايه انت عندك يعني شخصيه في الدماغ عندك فكره عندك حاجه عندك مشروع ولا انت بتقول اي حاجه يعني اللي بيقول اي حاجه ده ما بيقعدش يعني بعتبر ان هو يعني صح ما بيكملش خالص الاغاني اللي فيها مواضيع بتمتلك تعيش اكتر لازم يبقى ليك حاجه وتقول برضو حاجات صغيره للشباب الصغيرين لسه اللي هم الاطفال طبعا. لازم تبقى موجود في كل حاجه بس انا بحب قوي فكره ان يبقى في كلمه لازم يبقى في موضوع لازم يبقى في حاجه بتقولها مش بتقول اي حاجه يعني فاهم قصدي؟ لو في كلمه ممكن تورطك في اغنيه طبعا لما الراجل يتكلم دي بدلتني دي ده كانش قصدي والله انا كنت قاعد في قاعده كده وبعدين ايه كان في فتره كده
كنت شايف صور كده زي الافلام زي المسلسلات، الست على طول تزعق، واحده ترمي جوزها بالشنطه، كنت بشوف كده بجد صور كده، فقلت لا انا لازم اعمل اغنيه عن ال حدش عامل اغنيه على الحاجات دي، كله انت حبيبه قلبي وانت قلبي وانت بتوحشيني، عايزين ننشف بقى شويه وبتاع. فقلت انا لازم اعمل حاجه يعني ايه علي صوتي. فقلت عايز اقول لك حاجه اسمها مني في العتقال، لما الراجل يتكلم الست ما تعنتش معاه ما تقولوش حاضر في كلام ينساه تاني يوم تنساه، تفهم وتقدر قيمته لو عايزه تكمل وياه، ما هي لو بتعامله بطيبه وحنيه وحب واخلاص. يعني كانت اغنيه كان فيها نصيحه، يعني كان فيها نصيحه بالظبط، هي كانت اغنيه اجتماعيه شويه، مش بتهاجمهم. بهدلت يعني. امير بهدل، عايز اقول لك ان انا الفتره من دي من الستات على حد دلوقتي يعني، بس الرجاله كانت مبسوطه طبعا. لا الرجاله طبعا مزقطتين، بس الستات يعني بص الدايمه. لا بس كانوا بيسمعوها برضو بيحبوها ولا الهوى بتسمع والافراح بيرقصوا عليها وبيطلبوها في 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 عرايس كتير بيطلبوها مني اول ما بخش الراجل، فمستغرب الراجل ايه يعني انت مبسوطه قوي بالاغنيه. لا كانت اغنيه حلوه، كانت اغنيه فكره برضو. فكره. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.